السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم جليتشات وخدع في الحاويات يا جدعان، اول مرة تشوفها في حياتك يعني بعد التحديث الاخير. طبعا الناس كتير قالت مفيش جليتشات ومفيش خدع في الحاويات تاني، بس النهاردة جايب لكم طريقة جميلة. بس قبل ما نبدأ الشرح، ما تنسوش اللايك والاشتراك يا جدعان، واذكروا الله في التعليقات. نبدأ الشرح على بركة الله. اول خدعه يا جدعان، او اول يعني اول سر موضوع الحاويه اللي فوق ديت، محدش بيعرف يطلعه خالص، تمام يا جدعان؟ فدي صعب جدا انك انت تنط وتطلعها، زي ما احنا شايفين كده بنقعد نضرب بوكسات ونميل سنه شمال بوكسات كده، وتنط نطتين كده وتميل سنه شمال، ويروح ايه يحاول يمسك او مسك، تمام كده؟ دي اول حاجه يا جدعان. دي طبعا محدش كان يعرف يطلع فوق، انت ممكن تطلع وتكمبر ويبقى معاك سلاح وكده يعني. تاني حاجه برضك، دي حاجه جميله جدا يا جدعان، برضك تقدر تخدع الناس فيها ومحدش يقدر يشوفها خالص او المكان ده، يبقى بس تبقى خلي بالك من وراك اهم حاجه، لكن يمينك وشمالك محدش هيشوفك، وقدامك كده برضك محدش هيشوفك، لكن اللي وراك يعني قبل ما تطلع تكون مأمن وراك، تقدر تضرب يمين تضرب شمال انت ومزاجك يعني، تبقى كاشف برضك الحاويات كويس، بس ايه تخلي بالك من وراك. دي تاني حاجة. تالت حاجة يا جدعان، طبعا لو انت لحد دلوقتي معانا فما تنساش الاشتراك واللايك يا جدعان. تطلع فوق هنا كده، طبعا اي مخزن في الصندوق دوت وفي الحتة دي، شايف الخشبة دي؟ ايوه، تنط هنا كده وتطلع عليها زي ما انتوا شايفين، كشف الحاويات كلها. بس اهم حاجة ما تخليش حد يشوفك. ازاي يعني تبقى واخد سادر، تطلع تضرب وتخش، تطلع تضرب وتخش، مش زي ما انا واقف كده، لا انا واقف عشان ما فيش اي حد، انت عندك حيطة تقدر تاخد منها ساتر، حيطة يمين وشمال. تالت حاجة يا جدعان برضك، دي اهم حاجة، زي ما انتوا شايفين تقدر تضرب البنزين او تضرب خصمك من جوه. انا حاطط البنزين طبعا عشان ايه؟ عشان تشوفوه، تمام؟ عشان تشوفوا ان الضرب بيأثر ولا لا، الفكرة بكده. المهم بتميل دماغك من بعيد شوية وتفتح السكوب وتخش لجوه، تميل دماغك من بعيد وتفتح السكوب وتميل وتخش اليمين كده على الزاوية زي ما انتوا شايفين، تمام؟ طبعا لو واحد مكمبر هنا يا جدعان فطبعا ما بتعرفش تخش له، ففي طريقه جميله جدا تقدر تجيبه وهو مكمبر. بص يا جدعان، بس دي عايزه سرعه يعني، تمام؟ هو مكمبر جوه، انا حاطط برضك الجيرك البنزين، نفس الطريقه ونفس الفكره في الموضوع، انك انت تقدر ايه تشوف هيدمك ولا لا، تمام؟ فانا حاطط ايه يعني عشان تشوف الدمك بس البنزين. فزي ما انتوا شايفين كده، لو واحد مكمبر جوه نجيبه بنفس الطريقة دي، احنا نبقى عارفين هو مكمبر هنا ولا هنا، فنميل يمين كده من بعيد سن ونخش ونفتح السكوب ونضرب اهو الشركن، تمام كده يا جدعان؟ مية مية، احلى خدعة يا جدعان، ومخليها طبعا الاخيرة زي ما انتوا شايفين. الخدعة دي تستخبى جوه الصندوق في النص، طبعا كله مقفول زي ما انتوا شايفين اهو عشان متقولوش اي حاجة. تستخبى ازاي؟ بتطلع فوق هنا، حلو السلاح اللي المفروض ده. تطلع فوق يا جدعان وتيجي عند بين الصندوقين دولت وتكمبر كده ماشي، وتيجي سنة شمال، ما تستخباش، تقوم تقف وتكمبر وتيجي سنة شمال، تمام؟ بتنزل هنا يا جدعان، ما بتعرفش تتحرك يمين وشمال، فطبعا الصناديق كلها مقفلة في وشك، بتقعد تتنطط بس حاسب تطلع وانت بتتنطط، تمام؟ يعني انا بتنطط اهو وما طلعتش، لو نطيت تاني هتطلع لبره. بص السلاح اللي باين اهو، السلاح عندك باين تحت، خبيت السلاح مفيش حاجه باينه، ماشي؟ مية مية كده يا جدعان. فهو الجليتش ده من افضل الجليتشات يا جدعان، تقدر تضرب. طب والدمج؟ بص يا جدعان الدمج شغال مية مية، وادي بوطة اهوت، تمام، مات ومفيش اي مشكله ولا في اي حاجه. طب لو عايزين نطلع، نطلع ازاي؟ اوريكم تطلعوا ازاي. على العموم انتوا ايه عرفتوا ليه ازاي تخشوا هنا، فلو عايزين تطلعوا كل اللي عليك هتنط بس وهتطلع. بص اهو نطه، هو ما بيتحركش، نطه طلعوا، تمام كده؟ ما تنسوش الاشتراك.